قالوا لا فهمي كده كلشي مزيان وغبوريت سيدي واحد بالسحابة دا يلا حسن سحابة ناضي لا فهمي يمكن واش ميش واش ميش يمكن واحد لعبة زوانة بما أن ياسمين الرجولة لا بلوس يا زلمة لا فهمي شوف ياسمين دابا وصلنا لواحد ليطاب اللي من القدام باش وليت حتى شي طوموبيل واصلا وليت كنتعنكش معاه ملي كيكون عندها شي خدمه شي بلاصه خصني نديها وخصني شحال من حاجه وقلت نديرو لها واحد لا سوبريز اصلا عيد ميلاد هي الله فات فهمتيني وصمك حتى ما تبدا منو صافي نديرو معاه واحد لوجيست زوين واللي هو غادي ناخذ لها سياره من نوع كات صافي قلبت مزيان على فامي اونفان تكون تقول احسن حاجه ناخذ لها هو ناخذ لها جديده ناخذ لها من لا ميزون جديده نحيدو هاد الكريسي ما انا غيولي فيها في الطوموبيل هي كنت باغي ندير لها شي لعيبه بالسيلي زعما نمشي ندي الطوموبيل نهزها من لا ميزون نديرها في ديك ديباناج ندير لها شي بابي كادو لعيبات ونديها نحطها قدام الدار ونهبطها ولكن الاشكال هنا فين كاين هو انها خصها تسني الوراق ولكن السيناتور ضروري خصها تسني الوراق ملي غتسني الوراق غتعرفهم ديال هادشي فهمتوني انا ياسمين ديما كنحكي عليها كنقول لها اي كونترا بغيتها تسني قراي مايمكنش انا ندير تسني شي كونترا وما تقراهاش ومن واحد وان اثنان نستنتجوا ان غنديها وغندير لها شي غندير لها سوبريز عندهم هما نيت فهمتوني عندهم هما نيت غندير لها سوبريز داكشي اللي غندير غندير عندهم هما غندير لها سوبريز المهم ملي غنكون بياسر ملي غنكون مهبط راه ما نقول لها والو مي ملي وصلت تماك راه غتفهم المهم دابا انا غادي لسميتو المحل عندي وغنهز الروتيرة ديالي يدين الدري اللي عندي في المحل حيت اصلا خرقت علاقات في عند لا ميزون اللي غناخد من عندهم طوموبيل وتعاشرت مع واحد الدري تماك انا وريكم هادشي كامل وغنغلف ليه الطوموبيل عندي في المحل فهمتي بيزنس از بيزنس فهمتيني عطيني عطيك صافي هذا ما كان وديك الدري درويش لابيري توقف معايا في كل شيء وكذا باش كدير لنا الوريقات هذا ما كان دابا غنمشي نهزو الاكس ا دي بي ديالنا ونزيدو المهم تبقاو معايا هاد النهار كامل تندير كل شيء ما يطيحش لكم هاد الفيديو اليوم حيت غالبا ما نكيبراش الطوموبيل اليوم حيت مازال خصني نمشي نصاوب لها لاسيغونس مازال خصني نصاوب لها شحال من حاجه كاميرا خوت كاس كويس بلانك خوت زيد اكس ا دي في ديالي شي 50 قاتيلة خوت حقيقة غيكذب عليك كذاب اكثر حاجة كتقتل الاغراض هو موتور في كازا حيت ميمكنش الا بقيتي معول على طوموبيل اي تسمى ديما الطريق عامر المهم دابا لقيت فيني قاعد تطلع ميزون الا وصلت ميزون تعرفو اين الطوموبيل غتاخد ليها المهم نوريكم لعيبات كاملين لا فامي يلا وصلت لا ميزون خرجت نشوف وحده اخرى زرقاء بحال غير سابقه ياد نشوف وحده اخرى بحال زرقاء يلا غير انا ما ناخذش زعما هذا اللون تبدا هذا اللون شويه عينيك نشوف نفيريفاي نشوف لي زوبسيون لي فام نشوف اللعيبات المهم كنظن ما عرفتونيش فين ولكن واخا هكاك راه كيبان اللعيبات في المرايا انا مخبيه غندخل نشوف المهم باش ما كنغنوريكم كلشي في الاخر الفيديو تعرفوا اين الطوموبيل تعرفوا اين اللون تعرفوا كلشي لا فامي يلاه ساليت مع الدراري ديال لا ميزون وكذا قدينا الامور قدينا اللوين المهم عطيتهم كاع داكشي اللي يقدر يعجب اونغو فهمتوني صافي دابا يدير معايا غالبا قال لي اللي بغيتو غالبا تكون نهار الجمعه اليوم نهار الاربعاء اليوم نهار الاربعاء صافي دابا كنظن ما غنتصور والو حتى نهار الجمعه ملي نكونوا غاديين باش نكمل لكم الفيديو والله يسهل عليكم كاملين ويسهل عندنا جميعا افامي يلا راجع من الجمعة اليوم لو جورجي عيط لي حمزه حبيت والدري خدام تما قد ما نعطيكم لي زانفورماسيون ديالو واللعيبات اللي خصكم شي شويه سير عنده راه كيتعامل برا ممكن يتعامل والقضيه اللون اللي بغيت والقضيه الانتيرو اللي بغيت المهم ياسمين راه ما فهمتش والو حسب عندنا محمد هبطنا وبقات كيقولني علاش ما غتهبطش الطوموبيل تاك وكذا قلت لها شوفي راه دير لك سيربريز ما خصهاش تكون عندي طوموبيله المهم دخلها شويه للشك ودابا حطيتها عند ماما حيت اليوم الجمعة غتاكل كسكس عند ماما حمزة درت معاها مع جونس نريكوبيري الطوموبيل دابا غنمشي ناخد شي بلاك نكتب فيها ياسمين باش نسقى لها في الطوموبيل نسرط عليها مع الدراري عندي في محل نسقى في الطوموبيل الاولى ونتو معانا
محمد تعامل معنا هبطنا. ميرسي مستر محمد. أيا زوري على الدرس المهرسة. شوف الدرس المهرسة وحبوبتها هي ناضت. كنت حرك تكسو ناضي كنادي فغمشو داب ما عادت شي عبد فغمشي يلا في النبات شو مشي صافر قلت كبطة بشرط في ضالة وقلت يا عبد مشي انت غدو عند اخوانا انت غدو عند اخوانا تي سيربرايز يلا زيد هاد بريكوما كان يطيح لي التليفون تما شفتي بريكوما شنو بالك شنو تكون انا متبقاش دريه وبنات اخويا الموسيقى شان داون شنو تقدري تحتاجي من بريكوما شنو تقدري تحتاجي من بريكوما هاي بريكوما الخوص تعزك تي باغا بريكوما بريكوما تحتي تحجب بريكوما كتبغي تبدلي البوطات كي تحتاج كامون خلاص منك تاخدي انا كاع ما كنبدل البوطه خلاص باش منك تبدلي تاخدي كامون سير اخويا ما بغاش بريكوما سير نمشي بحال هكا سير عندك سمح لنا اخويا برستناك جيب لي هبطك برافو اخويا الدور واش باقى الطريق الناس واحد شويه راه الناس انا بطاله في الناس بقى مولين هو لقينا الكاميو اخويا هاني بقاو 7 اكس لا فاهم اللعبه هذا كان ماروك كنا في ياسمين هاد اللعبه هادي باش ما نمشي في السيريسون بتاع عندي في المحل وكيما غدورش المحل حتى هنا باش نشوف واش طوموبيل تجي ناري البلاصه الحرشه ما غاتشوفش فيها بس عمش تاعي غطى يا راكول فيها فيها مسقة شو إلا بغيتي زعما تطمئن خلي من غير بحال هكا غير ما تقشي على بالي واش طراني دابا شو سبحان الله صاحبي جاي سيربريز وكنت نقول ما تدخلي في والو عندك درجة ولي ولي شنو بالك شنو بالك والله ما عرفت قولي زعما جميع المفاجآت درتيهم تبارك الله الله الا راني راجل صالح وكنقول لك قلت لك البارح راك خوفاسك علاش يعني شنو خصني ندير ها شنو خصني خصك كاش ما كاينش حاجه نطيح والله ما كاينش حاجه نطيح راك نحس دابا مع البرد كنحس شنو عندي طيحي سير اخويا محمد وقفنا لهي سمعت صوت الشجره شريت لك شجره نخله غنديروها في بوسط الدار وحاجبي وحاجبي خرج عيط هاد الجون طلعها سلا 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 بلاتي نصورك هاي واقفة وما تحليش عينك عرفتي والله تحلي عينك بغيت لك ما تحليش عينك ما تحليش عينك لا علاش هاك زوج كلها عرفت تحلي عينك علاش تحلي عينك ما عنديش بيرمي علاش؟ شوف اخوتي يلا قلت ما عنديش بيرمي علاش؟ شو على رياكسيون شحال حامضة؟ فاطمة ما كملتش بيرمي ميرسي بيرمي لا لا رياكسيون شحال حامضة لا والله ما حامضة ولا تا ميرسي ما تبغي نوخد الطوموبيل بلاتي 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 راح بس لازم نبركيك ولا صافي خليني نبركيك معاك كيفاش الطوموبيل ما كتوسخش؟ برانك مزيان مزيان لوكاسيون بس ما كنلمسيش انا اصلا ما تصدمتيش بزاف عرفتي شنو كاين شنو كاين ولكن حاجه كيفاش كاين ما عندكش بيرمي صافي ما عندكش بيرمي هذه هي الفرصه باش دوزي بيرمي والله حتى بصح وانا ما
يلا غتسني دابا قسما بالله اقسم بالله العلي العظيم التهادي ديالك التهادي ديالك وصافي تقيت هاد شو انا عارفني ما عنديش معقود الحليف انا والله ما غنحلفش بولدي ولكن والله حتى ديالك يدلك والله حتى ديالك ما غنحلفش بولدي شو هي لاباس تقول غير واش مريض انا قلت لك ديالك اصاحبي لا جي فاز بين وقال فين وصلت ما عنديش انا اصلا كي جيت شوف سدوا الباب شوف كي جيتي وحق الله والله حتى ديالك وين مصيبات ناري الخو دا ديال السيربريز المغربيه خاصك تجيب سيربريز كتحلف راه قرب حتى ديالك وانت صافي قول داك ديالك وغتخلي دابا تسني انا نسنو دابا واش هادي هي ديالك زعما غير وهادي هي ديالك هاد اللون هاد اللونك الكتكت كتكت اش صبر لي مين الدرجه طيح لي انا ندور بالزاقه ها كراسة ديال الضو انا اي تو اتانسيون هو خص كونتاكت اذا ماشي ديالي وخاش صعيقت يا صاحبي ما عنديش انا يا صاحبي دابا تنسني شو لا رياكسيون خوتي شو يدي في التراب والله دابا انا ما قدرتش نتيق 100% دابا باقا ما تيقتش يلا زيدي تسني الورق انا راه نخرج انت لا تخرج غير تسني الورق دابا والله ما كنت ندير لك اخو تقولوا لي ما مهليش في الميدان شوف ابارط الموبيل ولا شي حاجه دابا انا بلاتي دابا خلي داكشي ديال التعبير حتى الاخر حتى الاخر لا 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 حتى الاخر انا شوف الطوموبيل بعدا اجي حط شوفي طوموبيلتك يعني مثلا نقول لي حلف راه دابا انا فايت كتبت عليك اي شوفي من الله بركي لا هذيك الكاميرا هنا بركي صافي بركي حيد يدك تم صافي حيد يدك صافي يلاه سدي اه ضروري اه لا فامي حنا دابا جينا اسمي اسمي غتسني غتسني الوريقات عند خويا حمزه خويا لا فامي بعدا اللي خصها شي حاجه في يونداي سيدي معروف شوف جيو جيو مقصدين عند حمزه والله حتى كيتعاملوا لي بروسيدور داك الشيء ناضي سنيت ناضي واش عندي كونتاك شنو نخبي عليك عندهم كملي شحال دايره بركه ميرسي كملي الله يسهل المدام ديالك سير الله يخلي لك مرتك سير الله يخلي لك ولدك سير الله يخليك مجموع ديما انت ومرتك سير الله يخليك ديما انت ومرتك واصلين شي حاجه زوينه سير الله يخليك انت ديما انت ومرتك الله يخليك انت ومرتك شيرين كم واحد مرتك ما هي ما كايناش مرتك ما سهلش على الشخصيه يا ربي عمرك ما تفرط في مرتك ولدك خلي جنب شنك مجموع مرتك وولدك باي خليك مرتك شنو هادي؟ هو سنيتي؟ شنو هادي اخويا حمزه؟ اللي سنيت دابا؟ لا كارونش لا هبطي هبطي تحت من هاك تما ما تقيسيش للرادار
صافي الماتيريال ديال البنو كامل هنا والكروكسي راه عامره بالادي وانت راه حلفتك لو طوموبيل راه كون هاني هادشي ديالك الله يحفظك ليه يلا قلبي خلعتني يا سعد انت فين الرادة شنو واصل اخويا واش غتمشي معايا صافي اختي دابا هي عندك طوموبيل سيري دوزي بيرمي كندوز فيه دابا كدوزي فيه لقاتني حافظه المحافظه غاديك حافظه صافي انا كنحفظ هذه عليا الطياره قول لي دابا نمشي دابا حفزتيني كثار صافي يا راجلي فاش كنت حامله دعيت معاك بمرسيدس ياك اش قلت لك اش من مرسيدس سي ال او قيلا ديري الان دابا عندك سي ال ا ان صافي سير يا راجلي دير ديري طلعي صافي هوي دابا سير يا راجلي هوي 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 نزل كات كات سير يا راجلي الله يعطيك دابا سير يا خويا محمد الله يعطيك ليك دابا سير يا ودا ما كاينش مشيت كوكان هادشي ولا انا مسكنه على زمان الحسره شكون وطاه شكون وطاه انت قلت لي واحد الحاجه قال عندك طوموبيل وما عندكش غير غنبات لي كامل ونشوف في الوراق سميتي زوين صبرك الله جاش معاك سير ميزو والله الا سير ميزو والله الا الوان زوينين ومن داخل تا هو زوين بصح الفيديو درنا لكم فيه الصباح هادشي واليوم في الصباح عاوتاني هاد الصراحه بغينا نصوروا لكم في الضو دابا البارح جيناها باقي ما حيدتش هادو يلا غادي نحيدوهم دابا قلنا تنحيدوهم معاكم صافي كامل صافي سير انا حتى نحيدوهم معاكم دابا غادي نحيدوهم بسم الله راي راي مزز من الوسط هنا اجي حيد معايا اسير لا انت دير يدك دير يدك يلا كمل هنا انا الا ما حطش يد راجلي معايا في شي حاجه ما كنرتاحش حيت راجلي هو الفضل وراس المال هو الكنز ناحيتك الزين ما كانش راجلي انا كاع ما نكون فاتحه من الحال واش درت سير كمل واه ولات وين راه كامل هو حيدي ديال لافيشر ديال نصورو تاعنا خلي هذيك الفيديو تصور وحيدي هذيك تصور على راسك شنو نحيد هذا راه فليك راه كاين هذا راه من فوق مهزوز اولي يا سلام شو مشكل صورت مو يا ولي هيدا 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 الحمد لله الحمد لله لا فهم ديروا بالكم واحد الحاجه والله الواحد ماشي عيب انك تحلم والله ما عيب انك تحلم بحال وحده داك المره قلتها في انستغرام وانا عاود نقول لها هنا جات كومونطات لي قالت لي واش نسيتي راسكم فين بديتو انا ماشي فين بديتو واش انا قلت الراجل لا سير تكلف وتسلف وعيشني شي حاجه ماشي هي هذيك لا عمرنا مشينا قلنا الوالدين عطيونا ما عمرنا قلنا حتى شي واحد عطينا خدمنا على راسنا تقاتلنا على راسنا بشويه بشويه الحمد لله كانت الاراده خاصكم تكون الاراده خاص يكون الطموح وبشويه بشويه كتوصلوا الحمد لله سيدي ربي ما كيخيب حتى شي واحد حتى شي واحد ما غادي يخيب اللي ما خداش القليل غادي ياخذ الكثير والحياه تستعمل غير هو الواحد باش يبقى بالك ويتسنى الرزق يطيح عليه
مات فينا يا اصلا ولا هو كيتهلا بزاف في الطوموبيلات. السلام عليكم. باش نطلع فيها بزباط فهمتوني دابا هو كنت فاش كنبغي مثلا ناكل شي حاجه امك دوك يقول لي لا لا ما تكون لي واخا واخا وكنكع دابا قال لي ناكل ودابا حسيت به الصراحه حيت بالطوموبيل باقي هذا جبتي شوفوا هادي فواحد البلان ديال انك ما ضرقتش بحال هكا وكان هنايا باقا الشمس واصلاكم كتجبد كتجبد وكتكملوا بالتبريقه كيجيتكم حتى ورا ليا سفيان باقي هنايا شوف راه باقي المهم باش ما نبقاوش شادينكم نمشيو حنا نحيدوا هذا الشيء ولي صافي بارك نحبسوا الفيديو صافي بركه وشكرا لكاع الناس دابا انا لحقت في انستغرام الا جاوني بزاف ديال لي ميساج زوينين شكرا لكاع الناس اللي فرحوا ليا الله يسهل عليكم يعطيكم ما كتمنوش نتوما وشكرا لكم كنبغي نشكر الحمد لله بزاف 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 وشكرا للزوج العزيز ناصر ديالي شكرا بزاف 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 شوفوا زعما ما خرجش الواسو هو دابا اللي خرجوا لي انا زعما هذا الشيء كيكفي كيكفي انه هو كنحبك هذا يلا